لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال حماد: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حديث متفق عليه. ظاهر الحديث لا يكف شعرا وثوبا يعني في الصلاة، والصحيح ما ورد في الأحاديث الأخرى الثابتة أنه لا يصلي وهو مكفوت الشعر ولا وهو مكفوت الثوب. قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته. يعني الشباب اللي بيعملوا شعره دلوقتي بأستك ساعة الصلاة يفكه، مع إن احنا لا نحب ذلك ونراه أصلا في عرفنا خاص بالنساء، لكن على أي الأحوال يعني قد لا يصل إلى التحريم، ولكن لابد وأن يحله ساعة الصلاة. قال: كل هذا أصلا مش ملاحقين حاجة عشان تعطوني بأسئلة. كل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ابن حجر رحمه الله يقول: اتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، والأصح أنه هو أنها تسجد معه فيثاب على سجودها، فلو ترك ذلك نقص السجود. أو صح الإجماع فهو الصارف. وهناك قول بالوجوب ولا الشرطية ولا الإعادة. قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها، أم كان قبلها كذلك. يعني هو مشمر نفسه إيده الشغل أو أكل أو غير ذلك، ساعة الصلاة يفكه. لا، يقول: لا لها، ليس لها، بل لمعنى آخر وهو المختار الصحيح، وهو الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، إن هو فك عقاص رأس رجل أثناء الصلاة وهو كان معقوص. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال: أمر نبيكم عن أن يسجد على سبعة أعراب، سبعة أعضاء: الجبهة والأنف ده واحد، واليدين والركبتين والرجلين. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه مسلم. تمسك، قال: واعلم أنه ذهب الأوزعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة والأنف جميعا، وهو قول للشافعي. وذهب ده معناه عندهم إنه إذا ما وضعش أنفه يبقى سجوده باطل، يبقى صلاته باطلة. وذهب الجمهور إلى أنه يجب السجود على الأنف، على الجبهة دون الأنف، ويبقى هنا الأنف مستحب عندهم. وقال أبو حنيفة: يجزئ السجود على الأنف وحده. وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. واستدلت الطائفة الأولى برواية مسلم عن ابن عباس الجبهة والأنف، أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. الظاهر في الرواية دي هي الرواية الثانية، إنه أشار بأنفه يعني مع جبهته، لأنه قال جبهته،
هي الجبهة مش هي الأنف. قال ولو كان كل واحد منهم عضوا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفى بالسرود على الأنف وحدها والجبهة وحدها، لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء. يعني لو واحد سجد على صبع رجله الكبير بس يجزي عن قدمه، نعم وإن كان خلف الأفضل. لكن الجبهة والأنف هنا الرسول فسرهم، يبقى فسر الجبهة بالجبهة والأنف معا، يبقى لا يكون الرسول وضع يده على جبهته وأنفه، يبقى ده لابد منهم. يقول وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة والمتحتم، يعني أخذ الأحاديث على ظاهرها متحتم، ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع. وبحديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي باب السجود على الأنف والجبهة، احتج الجمهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. تمسك أبو حنيفة برواية البخاري على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف. الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأولون. الأولون دول اللي هم قالوا بوجوب الجبهة والأنف. لا، الأولون هم مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى وجوب السجود على الجبهة والأنف جميعا، وهو قول للشافعي. وأعلم أن حديث العباس هذا قد عزاه جماعة إلى مسلم، لا هما 7 بس، 7 ده الجبهة والأنف معا، ويلزم الأنف لأن الرسول خصه بالأمر. وفي رواية أمرت أن أسجد على الجبهة والأنف. عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. باب السجود على الأنف والجبهة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس، اللي هو في رمضان، حديث البخاري ومسلم. وهذا يعني الأمر على الجبهة والأنف وسائر الأعضاء يدل على أنه إذا لم يسجد هكذا فلم يسجد كما أمر. ولذا تلاقي بعض الناس بيرفعوا رجليهم الاثنين أو إحدى أقدامهم أثناء السجود، تلاقيه رافع رجله كده متوفزا للجلوس عليها، وممكن يقعد يهرش كده لغاية ما الإمام يرفع يروح رافع معاه. يبقى لو جزء من السجدة قدر الطمأنينة كان واضع أعضاء 7 صحت صلاته، وإلا فلو ما فيش جزء ده أو لا ليس بقدر الطمأنينة يبقى لا تصح سجدته ولا تصح صلاته لو لم يعد السجود. ممكن نقول بقدر التسبيحة ماشي، ده كتقريب. لو وضع الجبهة دون الأنف على الأرض يعيد الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.